عملية الترقية هذه قد جرت في ظل شفافية تامة وفق معايير انتقائية حددت بكل موضوعية وإنصاف، والبارز فيها هذه السنة بعض التعديلات التي أدخلت على سلم التنقيط بإدراج معايير إضافية بخصوص الوظائف المشغولة وتقييم صفات مهنية أخرى تتمثل أساساً في القيادة، الالتزام، الجاهزية والسلوك بالنسبة للإطارات، مع إضافة نقاط خصيصاً للمترشحين الآخرين التابعين للمصالح العملياتية مراعاة لطبيعة نشاطاتهم المحفوفة أكثر بالمخاطر والإجهاد.